يعني بعض الألفاظ يرددونه موجهين قلوبهم ومشاعرهم لله يعني سبحانه. انا عندي الله يرحمه الوالد والوالده رحمه الله، انا صغيره يعني الله عمري كم يرحمهم. قبل حتى ادرس اذكر، ايه يقوم لي للصلاه نعم يعني خلاص زرعت الله في ابنتك، يرحمهم. يعني نعم اتمنى كل زرعوا. ام وكل اب بس يامرونهم في الصلاه، نعم صحيح. اذا امرهم في الصلاه جتهم حياتهم سهل ميسر. اي والتعلق في الله، التعلق تحاول بالله امورك بس سبحانه وتعالى في تقرين بطن خذ اكل اشبع روح تعال، لا اديها الصلاة، وجهي للصلاة بس اللي امرت بس الصلاة وتقوى الله. اذا وجهتي للصلاة كل اموره مشت. نعم صحيح. كل اموره مشت. نعم صحيح. اذا هملتي في الصلاة ايش بعد تبغين في الحياة؟ صحيح. اي نعم. الصلاة عمود الدين تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة عمود العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. نعم صحيح. صح اكيد. وجهوا عيالكم بس للصلاة. للصلاة الله يسلمك. هي اللي تحفظهم بعد الله. وهي سبحان الله هي من اركان الاسلام. نعم صحيح. وأول ما يتحاسب به العبد يوم يتحاسب في قبره.